الرواد ديال المسرح الامازيغي اللي عطى واحد الدفعه واحد يعني من بعد ما كان المسرح الامازيغي كان تقريبا واحد الوقيته مختصر غير في الريف في تبدايه التسعينيات ولا استطاع بفضل الجهود ديال الاخوان الحاسي في البوشوا اللي يعملوا المغرب كامل واللي كيديروا مهرجانات ديالو خاصه ولاو نصوص امازيغيه كذلك مسرحيه ولا كيشتغلوا على بزاف الجمعيات ولا عنده واحد جمهور شاسع يعني من بعد واحد الوقيته يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي كيسموها المسرح الامازيغي دابا حاليا كنشوفوا واحد الاهتمام بهذا الموروث الثقافي الامازيغي اللي استطاع يقول بحال سيف البيشو انه يعطي واحد الدفعه سواء من خلال لقاء اللي كيدير كان بين تبعت شي دفعه على صفحات الانترنت وش الاشتغال ديالو الكبير في هذا المجال هذا كنحييوه مره اخرى على القدوم ديالو وعلى هذه الندوه هذه اللي غادي نقدمها حاليا ونعطيه الكلمه باش يتصل على في البدء شكرا دار الثقافه جابوا نشكروا جمعية الغناء ونشكروا العربية والإخوان والفعالية في المدينة والمساكين تنتمنى نتلاقى مع حضور أكبر وهذا باش نروح التلاقى في الأفكار أنا غادي نحاول ما يمكن أن بالنسبة باش ما نطولوش كثير باش ممكن أن تكون الدوار نعطيو خطوط عريضة وطويلة ونفتحو نقاشات بيناتنا باش نشوفو اشنو ممكن نقولو اشنو ممكن حتى حنا نستافدو وشكرا بالنسبة للمداخلة اللي هي اللي تنقولو المسرح الأمازيغي بالنسبة للهوية وكذلك المسرح الأمازيغي هو إشكالية التوثيق وفي هذا الإطار هذا أن هاد المداخلة هذا هي مستقاة من كتاب المسرح الأمازيغي المرجعية التاريخية والإعلام الحقائق والميثولوجية والتمدخرات الاحتفالية لعبد به اللي سيصدر قريبا إن شاء الله سيصدر بالضبط في إطار السنة الثانية من تنظيم فضاء تفوق الإبداع بدعم وزارة الثقافة والاتصال في سنة 2018 بحكم أننا اخترنا هذه السنة ديال 2017 أننا ما نصدقوش راسنا ولكن نصدقوا واحد من الباحثين الأمازيغيين اللي بحثوا كثيرا في المسرح الامازيغي اللي هو السي عمر الاثنين وحاليا نستعد لاصدار كتابين اللي غيصدر في هذا الشهر هذا اللي هو المسرح الامازيغي البدايات والامتداد وهو في جزئه الاول بالنسبه للمسرح الامازيغي وصفه الهويه يمكننا ان نقول ان تجلي المسرح الامازيغي يفترض رؤيه الممارسه المسرحيه بنظره حديثه وان يكون هدف المسرحيين هو تقدم المسرح الامازيغي عموما الى الامام والتشبث بجذريه التطور ليكون هذا المسرح محلا لنقاشات عميقه ومثمره والان هذا المسرح يشهد انتعاشا ملحوظا كما ان كل الفرق تسعى الى رقي ممارسه المسرحيه الامازيغيه ولو في ظل تقنص او انعدام الامكانيات الماديه والوسائل الضروريه وهنا تنظروا بشكل عام وتنظروا مثلا على التجربه ديالنا في مسرح تفوق مثلا تنظروا بشكل عام ماشي مساله بالنسبه لنا حنا في تفوق ترى من اللي بدات حاجه سميتها الدعم المسرحي لوزاره الثقافه ولا تنستاك تتوفر لنا امكانيات الانتاج ماشي هنا ولكن تنقولوا مثلا تيف سوين في الحسيمه تتوفر لها الامكانيات ديال الانتاج مثلا بشكل او باخر محترف افاق جانو في الاجيال وقبل منه كوميديانا ديال سعيد جداد وكذا كانت توفر لهم وسائل انتاج على مستوى وزاره الثقافه مثلا واحد الانتاج المسرحي توفر عليه واحد 13 مليون ولا 15 مليون ماشي بحال مثلا تنقول فرق اخرى مثلا موجوده في الاجيال او في زنبوره او في الدار البيضاء ولا هذا انسان تيضطر يمشي يسدد رجال الدار والخوامي وهذا باش ممكن يصوب ديكور يعني لا تتوفر له وسائل الانتاج هناك في الاطار هذا تنقول في ظل تقلص وانعدام الامكانيات الماديه والوسائل الضروريه للنهوض بالمسرح الامازيغي عموما في التراب المغربي ككل حنا تنعرفوا كاين فرق مسرحيه في قميصات كاين في ديم الله كاين في فورزازات كاين ولكن التجارب ما تتمشيش علاش لحقاش وسائل الانتاج ما تلقاش ممكن انسان او الشاب
أو الشابة تضحي واحد العام أو عامين أو وقتنا واش غيبقى يضحي تسعة تنعرفوا فروق مثلا أنهم من تيكونوا مثلا كأفراد مع التزامات عائلية مثلا مزوج مثلا ما هذا تيقدر يشتغل البيت يقدر يخدم يجي أو لا طالب يقدر ولكن كيف تكون الالتزامات تسعة تيولي أنت في الوقت الثالث أو الممارسة الصحية فمثلا كيف ترجع للروح وتنطلق مع الوقت ولهذا احنا نطالب مثلا في فرق الإطارات تمويلات ديال الفرق الأمريكي على أساس أنها توفر الوسائل الضرورية وكذلك لتكون علاقات أفقية عمودية بين الفرق أمازون كيف ما تندعو إحنا مثلا مشاركة فرص أن أي فقرات صعيبة وفارقة تكون في البلد ما نشوفوناش مختلفة تدينا بحالة ومستعدين نساعد ومستعدين نمشي ومستعدين نأطروا في هذا لا في دورة تكوينية ولا هذا أننا جاتي فكروا يفكروا الدعم والمساحي أو هذا مستعدين نهيكم مع تبين فلس بحكم هنا تندعو ما تكونش منافسة ما بين الفرق والمساحية التمازبية المهم هو تأسيس تجربة مساحية التمازبية خلافية دائم ما نديروش في دماغنا الجوائز حتى شيء زائد اللي تيبقى العمل ديالنا في إطار ثقافة الفن الأمازيغي يكون تيمثلو وجه حضاري مشيع للإنسان الأمازيغي المغربي ونصلح بعيد كل بعد عن الخطاب والاستعراض للعضلات المغربية كمزة لحقاش في هذا الإطار هذا تنقول مثلا أن التجربة المسرحية الأمازيغية الحديثة مش القديمة هي قديمة جدا تنقول الحديثة مثلا بدأت في مخا ديال الستينات في تأسيس بالضبط ديال حركة الثقافية الأمازيغية في الفور تنقول المغريات في الجمعية المغربية الثقافية أو السبعينات في مجلس الجمعية الجديدة حيث كانت ممنوعة تكتب تاء التنمية كانت الاسم ديالها العربية والمسائل تقول الحركة الثقافية الأمازيغية هي اللي احتضنت وحاولت أنها تعطينا واحد مسرح أمازيغي وفي هذا الإطار هذا تنزلوا بجنود الأستاذ والباحث الصحفي المغربي اللي صدر أول مسرحية مطبوعة عربية بالأمازيغية اللي هي مسرح المغربي الليلة البارده أيام البارده وهذا المسرح كاين تقدمنا ليه الإنتاج في مسرح تفوق في 2013 بدعم من وزارة التربية والاتصال بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتنقول مثلا أن هذه الحركة الثقافة الأمازيغية كان إلى جانب هذه الفائدة الكبيرة في جر بعض الممارسين أو المناضلين داخل الحركة الثقافة الأمازيغية بممارسة المسرح ولكن كان إشكال آخر مرافق لهذا المسرح كان تأسيس ولكن كان مثلا هذا المسرح تحمل خطاب ديال الحركة الثقافية الأمازيغية خطاب نضالي كان خطاب نضالي وهذا الخطاب النضالي وهذا الخطاب النضالي سوف نحكي واحد الليلة هذا الخطاب النضالي كان ضروري فقط لتأسيس فعل ثقافة الأمازيغية ولكن أنه ما خصوش يرافقنا ما يرافقناش حنا كممارسين لحقاش عندنا الخطاب الجمالي في التياتر حتى إلا كنا غادي نطلعو الخشبة أي نطلعو الخشبة أي خشبة ونبداو نعطيو الخطاب اللي هو نضالي أو سياسي أو ما بقاش مسرح ممكن من صورة ديكور ولا نأخذ ميتو بحال هذا ونقول نقولوا كنا وبغينا ونطالب ونحن لنا الحق ولكن التياتر أو الخشبة هو خطاب جمالي المهم تركيب مواضيع على مستوى التقرير لتهم الإنسان عموما والإنسان الأمازيغي هو الإنسان هذا الإنسان اللي هو عموما لحقاش المسرح منافس إنساني واسع نطرحوا مواضيع لتتهمنا نحاول ما يمكن نستخدم التقنية الحديثة لا في الغرب لا في أي مجال ولكن نحافظ على الخصوصيات ديال التياتر في البحث عن
المستوى الإخراجي، على مستوى التكليف، على مستوى السينوغرافي، تنقولوا العمران الأمازيغية وحدنا، ندوروا هنا نلقاو قصبات ونلقاو أشياء كثيرة اللي ممكن نفتحوا لنا، عندنا ألوان خاصة، ألوان خاصة ديالنا، اللي ممكن أن هي اللي تكون كوليكسيون في الإضاءة، في اللباس، في عندنا ألوان خاصة، الإنسان المغربي مثلا في إطار البحث حتى ناخذوا حنا كيف على مستوى الطبخ ديالنا، ما تنهضرش على الوصفه خاصها ديالنا، ديال البريزونطاسيون ديال الماكله خاصها تكون عندنا مزيانه وكتكون عندنا شغل، تديرو الصفرنا وخذها فوق منه، يعني الرؤيه الجماليه داخلها كاينه عند امهاتنا عند خواتاتنا وفي كل مقام، ولكن اذا تحط لك طالب جمالي باش تتبع، تتبع العين كل ما تاكل منها، وكذلك على مستوى الفرد المصري نقدموا شيء جميل عنده رنك فكري عنده رساله عنده كذا، بحكم ان تنعرفوا ان ماشي غير الامازيغ او الناس اللي تيفهموا الامازيغيه هما اللي تيجي يكون معك في القاعه يتفرجوا، هناك في القاعه تيكون معك ناس كثار غير ناطقين بالامازيغيه، السؤال بناء فرجة مسرحية مليانة كيف يمكننا التواصل مع غير الناطقين بالأمازيغية؟ كذا كنا نصوبوا واحد الفرجة اللي غادي يفهمها غير اللي تيفهم الأمازيغية غرقنا في المحلية، في حين أن إذا كان الرؤية ديالنا كيفاش ممكن تكون عندنا رؤية مسرحية لواحد المنتوج، حيث من يهضر على المشكل ديال الإنتاج تنقول إنتاج، إذا هناك منتوج، حنا تنصوبو الصباط مثلا ولا تنصوبو أي ساعة، ولكن هو منتوج ثقافي، يعني خصو سوق تسويق، باش ممكن أننا نستمرو في الممارسة، تنقولو نقلبو على إنتاج، عندنا منتوج خصو مواصفات خاصة باش ممكن أنه تسوق، وما غاديش يتسوق غير الناطقين بالأمازيغية، يتسوق حتى غير الناطقين بالأمازيغية أو الغربية. بحكم التجربة اللي عملنا مثلا أننا عملنا مشات للدنمارك مثلا، واش غادي يفهموا أمازيغية ديال الناس؟ غادي يفهموا العربية؟ ما غاديش يفهموا حتى العربية، ما يفهموا حتى الفصحى، ولكن الشكل الجمالي ديال العمل هو اللي تيخلي رسالتك توصل بتزرزيت بأشياء اللي هي كثيرة من الرموز، وتيجيو الناس اللي هما غربيين ولا هذا ويناقشوا معك كيفاش هادي كيفاش هادي، تيسمع مثلا موسيقى معينة تيقول كيفاش هاد الآلة مثلا ريبال أو فيها وتر واحدة كيفاش، وهذا يعني تي هنايا تيبدا واحد البحث، تيبدا بواحد البحث معين ونتيرو الفضول ديال هاد الناس باش ممكن أن تنأسسو تجربة مسرحية أمازيغية مغربية، بحكم أن التلاقح ديالنا كان مع التجربة المسرحية الأمازيغية في الجزائر، زرناهم تما في الجزائر، درنا عروض في تيزي وزروف في مجموعة مناطق اللي هي أمازيغية في الجزائر، بعدنا في مجموعة أمور، وحتى هما عندهم تجربة مسرحية متطورة، عندهم إكراهات، ماشي ما عندهمش إكراهات، هو المسائل، ولكن بالنسبة لنا حنايا، التجربة المسرحية المغربية تنحاول كيفاش نقولوا تجربة أمازيغية. حنا مثلا ضد المنطق اللي مثلا تيجي واحد تيقول لك المسرح الناطق في تمازيغ او المسرح الناطق بالتاسوسي او لاسوسي او التجهيز نطرق المسرح الناطق بالريفي ها هو تفرق ما هو بين القبائل وحي عملته تنقولوا تجربه مسرحيه امازيغيه تكون ناطقه بالريفيه او باللغه المغرب الشرقي ولا بالسوس او بالاطلس المهم هي امازيغيه باش نحافظوا على الوحده ويكون واحد التعاون افقي وعمودي ما بين الفرق. بالنسبه باش ما نطولش عليكم باش نمشي في النقاش، ان بالنسبه ان منطلقات تبسيط لغه النص دون الابتكار، يعني ماشي نمشيو لطبق شيش وباستبعاد الالفاظ الصعبه أو البائدة، حيت كاين عندنا ألفاظ داخل اللغة الأمازيغية
أول اللي وقع فيها السليمات تنقولوا الطيارة راه جديدة، ما كانش عندنا في اللغة الأمازيغية كيفاش نديرو لها واحد رشق عليه باش تقول تقول هي تيلات تيلات صعيب ولا تيلات صعيب هي نجي نهزها نحطها في نص مسرح إلفو أمي مثلا أو جدا غير تخرج في العمل وتسمع تيلات ولا تسمع أزور وتلفت جارتها تقول لها شنو هي التيلات لو كان شنو المسرح فقدنا التواصل توقيع قلت قصدي نشوف الابداع المرابط اللي ديالي فهمتيني يعني في هذا الاطار اش نقولوا نقولوا لغه مسرحيه اللي توصل الغايه من كل مشهد عاد داخل كل مشهد الغايه من كل حوار بلا حشو بدون حشو المهم هو رساله مسرحيه ديال النص المسرحي توصل لهاد الجمهور ويتفاعل معاه ويمشي معاه. حنايا مثلا نديرو استعراض ديال العضلات اللغوية الخشبية. مثلا عندنا جوج أنفاض معينين، جوج أنفاض اللي هما كبار تنقولو تنقولو مثلا يدخلوا كيف تيقولو في العربية في المعترض اللي فات ولا شنو، ناخذ اللفظ الأبسط باش نتواصل مع 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 أكبر شريحة ممكن. تفقين؟ باش الى شدات شدوا العرض ما نهرسش فيه التركيز ديالو بالفاظ اللي ممكن انها تبسطوا او ما يعرفش المعنى ديالها. المهم هو نوصلوا الرساله. دور الاساسي للفن الدرامي عموما المسرح او التلفزيون او السينما هو نتواصلوا مع الجمهور ونعطيوه واحد الرساله معينه. وكيف قلنا قبل عدم السقوط في الخطابه باستعراض العضلات اللغويه، ومن هنا سنبتعد عن الصناميه باعتبار هذا المصطلح كائن حي يتحرك ويتنفس ويتكيف لاجل التواصل وقضاء اغراضه بابسط السبل وبفعاليه. مثلا نقولوا كفرقه مسرحيه موقفه عمل في منطقه انفا بالدار البيضاء تامسنا وي غادي ننتقل باش نلعب مثلا في بني ملال. بني ملال انا دخلت الاطلس بعت على سوس سوس تنقول من الرباط و لتحت الفوف ديال الرباط تتبدا الخميسات يعني زمور زعير يعني دخلتي للاطلس في تيفاس تازا دخلتي للريف. هنا خص الفرق اللي هي مسرحيه امازيغيه دير بحث مثلا ان مثلا تنقولوا سوس تنقولوا تفوت تنقولوا شويه تتولي تفويت تنقولوا الريف تتولي تفوشت يعني هذا البحث خصو يكون عندنا لا المخرج لا المخرج لا الممثل تلقي يعني هذا الحوار باش ممكن انني نتواصل مع اللي هو الناطق بالريفيه او الناطق بالاطلسيه يخصني نبحث على مجموعة الأفراد ثلاثة أفراد اللي هي ديكلي في النص ديالي كممثل. أعطينا مثلا تفوت تفويت تفوشت هي راه نفس المعنى اللي هي الشمس. هنا بخصوص تنقول تفوت في منطقة أخرى تسموها تفويت ولكن إذا سمع تفوت ما غاديش يفهمها مزيان يقدر يفهمها طالعة إلا سول شنو هي تفوت هي تفويت. هنا ما حرقناش الفوضى نقول لي تفوت باش انا نبقى مركز معايا ونعطي الخطاب ديالي يكون احسن. هذا هو ال وفي هذا القطار هذا كما طولت لا طولت عليكم نقول لي راه نبقى نضغط على الاشياء ماشي مشكل. وفي هذا القطار هذا ندعو الى التركيز على مظاهر الفن المسرحي في النفس الامازيغي انطلاقا من الفروع واشتقاقاتها. الفروع هما سوس الاطلسي واشتقاقاتها وهذا بتحليل نماذج معينه واستنباط الخطوط المتماسه كفعل احتفالي وايضا محاوله اراده الطقوس من منطلق الدلالات والرموز السينيائيه على اعتبار ان الرموز والايماءات الجسديه اللغه قائمه بذاتها حسب قول ديكارت. والثالث كذلك ان الامازيغ قد نظموا عده ملاحم على الرومان
وقد ورد عن ابن خلدون ما يؤكد أن الأمازيغ قد عرفوا الشيء المحامي، والشيء المحامي هو أساس النصر بالإيحاء على مؤلف فنشاب لأرسل، بحيث أن الشعب التقليدي أو الملحمي والتقوى ارتباط بالرقص والغناء. ومن هنا نؤشر أن الفن الغنائي الأمازيغي كان يؤرخ بوضوح بحيث المجتمع والأطراف كانوا مثلا باحتضان المفاهيم الأسطورية والما فوق طبيعي. وفي هذا الكلام مش حقص، مش حقص آخر أن مثلا بالرجوع إلى الممارسة المسرحية القديمة مثلا نجيو تنقولوا والدي كاين مسرح شكلو روماني، كاين مجموعة مناطق في المغرب، بمعنى أن الإنسان المغربي القديم ما عارف المسرح شنو المسرح، باش قالت لي وبنا هذا خويا دار الكلام السوداء، ما يمكنش، لا، ولكن كيف ما دابا مثلا في هذا العصر دابا حاليا الشعب المغربي أو الشعب المغربية تطلع الفكر ديالهم في الغرب، كيفاش هو؟ حاشا الغرب هو العلم التقنية هذا غدا مش حنا براسو يكون الياباني باش يديرو الأمريكاني باش يديرو زيرو في حدود الستينات والسبعينات كان عندنا الشرق نجم محفوظ حسن محفوظ الدوز كدا فوالا مكناش نعرفو قاعة الملعب ولا غدا مكناش نتبعو في الناس مكناش نتبعو الشرق بحكم أن ملي جات ديك الاستقلالات ديال الوطن اللي هو من المحل المحل تقولوا لغة المغرب الكبير وتنقولوا الشرق وهذا الأمور اللي كانت تابعة للسلطنة العثمانية ابتداء من الجزائر وتونس كان الولاية الدائمة وكان تابعين مباشرة يتحكموا من سلطة الحكومية يعني كان تابعين العثمانية ومن بعد من جلس الاستعمار والمكسفين فرنسا خدات هنا خدات هنا في تونس الجزائر في المغرب الاسبان هنا يعني تتعرفوا الحكاية اللي تقرات في التاريخ اللي قرينا كلنا في الثانويات ديال الرجل المغرب اللي هو الامبراطورية العثمانية اللي تفرقوا الأوصال ديالها فرقاتها الدول الاستعمارية باش حنا نربطوا في هذا الإطار هذا تنقول مثلا ان الانسان المغربي من القديم هو حر من القديم حر والمعنى ديال الامازيغي بالعربيه هي الحر ماشي شي حاجه اخرى وفي هذا الاطار هذا في هذا الاطار هذا ان باش علاش عطينا حنا هاد الامور ديال دابا حاليا الغرب وغير في الخمسينات والستينات تنقولوا الشرق وكان داك الاشاعه ديال عبد الناصر وديال فلان وديال فلان وديال فلان هكذا في زمان في القديم كانت حاجه سميتها اليونان والاغريق نفس الامور فين ما كان مشعب الحضاره كانت توجه الرؤيه وتمارس هذا المسرح اليونانية أو لما يجوا الفينيقيين قرطاج وهذا من جو الرومان وهذا يعني في القطار هذا كانوا مثلا عدة أشياء في سميتو في أن المسرح في منطقة شمال أفريقيا له تاريخ طويل يعود إلى الممالك الأمازيغية القديمة ووصلتنا أسماء لمبدعين كثر من بينهم أفولين أفولي هو نفسه أبوليوس فاهمين أفولي وأبوليوس حكم أن أبوليوس عنده روايات مسرحية قديمة لدرجة أول مسرحية اللي حفظها لنا التاريخ ماشي إحنا حفظها الإنسانية كامل هي مسرحية الحمار الذهبي وهذا المسرحية كاين حاليا ما كاين وان هذا الحمار الذهبي تبنى للكاتب الامازيغي افولي الشهير بلقب لوكيوس ابوليوس فهو اسم روماني ولكن الاسم ديالو افولي اتفق وهي من خمسة شخصيات رئيسية فيها البطل لوكيوس ومضيفه ميلو
وزوجة الأخير بان فيلار وخادمتها فورتيس وقريبة والدة لوكيوس بيرهينا. هذه مسرحية ممكن تعطوني حتى الميلات ديالكم وسفاريكم. هذه أول مسرحية احتفظ بها التاريخ للإنسانية جمعاء، ماشي غير لينا حنا كمغاربة أو إمازيغ أو أو. ورواية الحمار الذهبي أو التحولات، لحقاش عاوتاني تنقولوا الحمار الذهبي أو التحولات في الترجمة، تعتبر أول رواية في تاريخ الإنسانية وصلت إلينا والتي ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية عن مصدرها اللاتيني. وكذلك تم إبداء الترجمة إلى العربية مباشرة من الأصل اللاتيني التي كتبت وصدرت سنة 2000 يعني 2000 للكاتب والمترجم عمار زلاسي من الباحثين الأمازيغيين المناضلين التوانسة. وهذا بعض التجارب نجد قوة نادرة بين الماضي والحاضر في توثيق مؤلفات والفرجات المسرحية بالقرب والبعد من الأمازيغ في شمال أفريقيا. والشاهد أن دور واستمرار الفرجة وغياب الوثيقة التاريخية هو ما تسخر به جدة فنون الأمازيغية من إنشار بمثل بالموت. ما عليه أن بالموت يشبه إلى حد كبير إلى حد تطرق الحفل الديترومبي لدى الجنود. والشاهد أنهم واستمرار الفرجه وغياب الوثيقة التاريخية لا زالت مستمرة إلى حد الآن بركوب تمازيغ مما شكله في تلك المرات الحالية غير كبير، لحد بحكم أن في الزمان قبل دخول الإسلام والمسيحية كانت مجموعة فرجات اللي ارتبطت بما هو وثني أو ما هو ما هو، ولكن من جهة الإسلام الفرجات ديال الإنسان المغربي التمازيغي حاول أنه يكيفها مع المستجدات. أتمنى حتى الإعتام للإنسان حتى نقطعو على اقتناء ماشي حتى نقوص. الرواية التاريخية راه معروفة في تنقولو في تحت الناس وداك الشيء، راه متنتصوروش حنايا من الشرق جاو البطوات على ظهر الجبال باش يخطو الصبر، كيفاش يتصور الناس؟ يعني هاد اللي باغيون يقطع بهم التكنولوجيا يتحركو الحيط، يطلعو الرواية التاريخية تعرفو كاملين، غاتصوبوهم، يعني كانت ملاحة، كانت صناعة، كانت أشياء كثيرة. يحق لنا أن نهتز بأصولنا المغربية، وحتى من الفتح كان الفتح بالإنسان المغربي بأصول أمازيغ. لحد الساعة كاين جاهز تيقولوا خطبة الطرابلسية وسط القصر العربية ولا الأمازيغية بحكم أن كانوا معاه ما بين 13 و17 اللي من الأصول العربية، وباقي الجيش اللي فتح الأندلس كله أمازيغ ما تيكلموش العربية باش تلقى هذا الخطبة. إن البحر أمامكم فلماذا نقول قراءة نقد التاريخ نقد الكتابة التاريخية اللي كاين هنا تسمو بزينة العقل، ما نغلقوش في خورة أي شيء ننتقدوه بالعقل نحطوه في ميزان العقل، وأي حاجة حطيناها في ميزان العقل ما غاديش تكون ما تكونش نتيجة خارج الميزان اليقيني. أي حاجة خافت العقل ما يمكنش تكون من اليقين، سيرتو في نقد التاريخ، تنهضروش على دابا أو يعني المستقبل أو تنهضرو على الأحداث اللي هي تاريخية كيفاش ممكن نديرو لها قراءة، ماشي يديرو لينا سلعتهم ترد إليه، ولكن نقراو تنقولو واحد الحدث التاريخي معين ها هو هو، ولكن ها الظروف الطبيعية الظروفية أو واش ممكن هادي تكون هكا؟ ما يمكنش. صافي ولا متفقين فاش تهضرنا نقولوا ندوزوا لاشياء اخرى باش نلخصوا شويه باش نفتحوا نقاش 12 قريبا. وفي نفس الوقت ان هذه الممارسه المسرحيه تفتقي كثيرا إلى الكتابات النقدية بحكم أن النقاد المغاربة عموما ما تيوقفوش التجربة المسرحية
المنطقه الامازيغيه او تجي المصحف الامازيغي تي وقبوهاش ما تيكتبوش عليها ولا هذا ولا المسائل الا من قله قليله من الناس اللي تستمروا في اغلبيه الاوقات ما تلقاش كراءه تقديريه ولكن تلقاو كتابه انطباعيه او اما الكتابه النقديه هي تتوجه النقاش تتوجه تتطور الممارسه وهذا وهذا وفي الاطار هذا يجب اولا الكتابه على التكوين المسرحي والتكوين المستمر وثانيا يجب تحريك اليه النقد من لدن المختصين لان الملاحظ حتى الان الكتابه النقديه قليله احيانا ومنعدمه في احيان كثيره كما ان بعض الكتابات لا ترقى لدرجه النقد وتبقى تعرف في اسلوب انطباعي تجي تشري جريده تلقى صفحه كاع الاعمال المسرحي الامازيغيه كذا ودخلوا وقالوا وما قالوا ما تهمناش ما قالوا هذا الشيء راه كيف ملخص يوم التلفزيون وفلان وفلان هذا الشيء في ورقه تقنيه نحن نحتاج الى قراءه في المعروض في المنتوج في كاين اخطاء في السينوغرافي في كاين في الاخراج كاين في كاين في التشخيص في حيث القراءه النقديه اللي تطلب ويرد الممارسه وتوقف الفرص توثق للممارسه وتبقى السؤال اللي خصنا نطرحو كاملين اين النظريه عند المصحف العربي تبقى مجموعه نظريه المصحف التاريخي المصحف العادي المصحف الاحتفالي المصحف المصحف الامازيغي اين النظريه اين النظريه او النظريات من المصحف الامازيغي وهناك سؤال اخر يقل باهميه وهو ماذا نريد بالضبط من ممارسه هذا المصحف وهناك اسئله اخرى من مثل ما معيقات ممارسه المصحف الامازيغيه كثير من الوقت بعيدا عن موضوع المحور او موضوع الكبرى بالضرب الى الاغلبيه الحسين مع مثلا شويه خويسات علاش ما تتعملش الممارسه الصحيه الامازيغيه في كل ما عليه انا كاينه ولكن شنو تبحث في القفور مثلا من بلاد تليفون الوزازات وهذا والفلوس كثيره تدخل في قطاع الهواء ولكن بخف تضمحل مثلا وسؤال البنيه التحتيه في المناطق الامازيغيه خارج مدن المحور من اللي حاليا في اطارات سياسه ديال وزاره الثقافه او في اطار كيف ما بغيتوا هذا المركب هذا راه مكسب كبير لهذه المدينه مكسب كبير ورزازات ما فيهاش حاليا بحال تو مثلا تجربه مثلا من العرض في لوديس في قلعه مكونه تبقى مركز بحال هذا ولا تقرب بحال هذا ما تيهمش كيفاش واش في طرزه بالدارات ولا شي المهم اللي تيعمل البنايه هي كاين وسط كيما هو تيقول الشاب ديال هنا تيسمع بروجيكتور يسمع بيسي يسمع بار يسمع ديكوب تيعرفو يشوف صافي كاين موضوع اخرى كبير باش توفرش على بحال هكا يعني في هذا الاطار هذا تكون قاعات مهمه في كل المدن المغربيه وخاصه في المدن الهامشه ممكن نتحيا هذه المناقصة والسؤال الأهم كيف ما نطلقنا في البداية في الشبكة نتكلموا هل الممارسة المصاحبية وقع وبالتالي تشكل إضافة نوعية للمشاهدين الثقافي والفني بالمغرب وشمال أفريقيا عموما والسؤال الأهم والمهم ماذا سنقدم للمتلقي الذي يفهم الأمازيغية والذي لا يفهم شكرا شكرا على هذه المداخله ديالو ديال حول المسرح الامازيغي سؤال الهويه واشكاليه التوثيق هضر على واحد النبذه عامه على بدايه المسرح الامازيغي والاشكال ما قبل المسرح اللي عرفها المسرح الامازيغي سواء اللي هضرنا على بيلما و ام عشار يعني كاين هناك اشكال ما قبل المسرح يعني في التراث ديالنا الامازيغي ولكن غياب التوثيق يعني كما شرنا في العنوان ديال المداخله يعني ما كاينش واحد التوثيق للتاريخ ديال المسرح الامازيغي وحتى الدوله يعني ما كانتش عاطيه واحد الاهتمام كبير
لهذا المورود الثقافي على أساس أنه يزيد يتطور. ولكن إذا رجعنا مثلا سنوات الثمانينات فاش كانت حتى حروف تيفي النار كانت تعتبر عقوبة، يعني أنها باش تلقى عندك في تضبط معاك ولا شي حاجة كيما وقع للشاعر ديالنا حسن يجب القسم اللي محامي معروف وكان علق هذه الحروف في المكتب ديالو كان خذا شي سنوات سجنية. علاش؟ لأنه فقط علق طابلو ديال تيفي النار في المكتب ديالو. حاليا ولات واحد هذا نوعية في هذا المجال هذا بحكم الباحثين بحال خالد بويشو اللي مهتم بالمصاحف الأمازيغي كاين جمعيات أخرى عاوتاني كذلك سواء كما قلت في الريف في سوس وفي الدار البيضاء اللي عطوا واحد الابتعاشة خاصة للمصاحف الأمازيغي. كنشكرو على هذه المداخلة ديالو وباش نعملو النقاش بوشو نتفوق بالمداخلات اللي عندو شي نقاش تساؤل فيما يخص هذه المداخلة اللي كتمحور حول المسرح الأمازيغي سؤال هوية وإشكالية التكتيك. فنسجلوا شكرا الاستاذ خالد بوشو على هذه الندوه اللي قام بالتغطيه ديالها. سؤالي غادي ندخل مباشره في السؤال، وسؤالي هو انت تحدثتي على العلاقه ما بين الفرق وذكرتي العلاقه ما بين الفرق المسرحيه الامازيغيه، زعما خص يكون عندهم واحد اللحمه واحد يكون واحد العلاقه اللي هي زعما مرتبطه وما يكونش داك التنافس اللي هو غير شريف. السؤال ديالي علاش هضرتي على العلاقات بين الفرق، نهضروا على العلاقه الافقيه طبيعيه، ولكن ماذا تعني بالعلاقه العموديه؟ شنو هو المعنى ديال العلاقه العموديه بين الفرق؟ شكرا سي عمر، شكرا سي سعيد، تحيه للاستاذ سي خالد، كنشكرك على هذه المداخله القيمه اللي لمست واحد الجانب اساسي من الثقافه والهويه المغربيه وحاولت نبشات في الذاكره ديال ما هو كائن وسألت كذلك ما هو ممكن. بطبيعة الحال كما شفت يا أستاذ ملي كنهضروا على المسرح بصفة عامة هو واحد الفن الهدف ديالو هو الإنسان، لا يلامس أي أيديولوجيا ولا أي رهان آخر غير ملامسة إنسان في وجوده وفي النضالية ديالو من أجل البقاء. هنا كنت سأل معك أستاذ الكريم إلى أي حدين، بطبيعة الحال أنا غادي ندخل في إطار ديال المداخلة ديالك، إلى أي حد لامس بطبيعة الحال، وهنا بطبيعة الحال هنا واحد السؤال كبير وغريب كنوجه ليك، لمست هذه المؤسسة اللي من المفروض أنها تجمع وكما شرح الأستاذ اللحمة ديال الفرق المسرحية الأمازيغية، لمست هذه الفرق هذه وتصمتت الهموم ديالها، وفي جانب اخر ولا في تجلي اخر الى انا هنا ماشي كن ما عنديش ماشي انا غير وجهه نظر طبيعه شخصيه، الى اي حد هاد الناس وهذه راه مهمه مكلله لهم طبيعه الحال لانهم تخلق هذاك المعهد ماشي من اجل باش تكون فيه صراعات سياسيه وايديولوجيه، انا من الحسيمه انا من اكادير انا من زقوره انا من كذا، انا ماشي هذا هو الهدف ربما في تقديري المتواضع، الا انه هنا كنسالك استاذ بشكل صريح هاد الناس هادو استطاعوا انهم يدعموا الفروق المسرحيه الامازيغيه، وهنا كنسطر عليها ليركام وخصوصا الفروق المسرحيه الهواد اللي مازال ما عندهم واحد الارضيه اللي هي صلبه من اجل الانطلاق. وشكرا بزاف. شكرا للسي عمر دخل الشعر السي عندي، هذا اللقاء الثقافي والمسرحي حقيقة جميل جدا، يعني أن تشاع ثقافة المسرح، لأن الثقافة المسرحية كما قال الأستاذ سي خالد يعني لم تتجدر بعد. صحيح ربما المستوى الجمالي والفني كنشوفوا مسرحيات، ولكن مازال ما
ما قادرينش باش نسمعوا خطاب فكري وخطاب نقدي الى غير ذلك. لو كان كانت مسرحيه ربما قرها القاعه غاصه بالمشاهدين وبالحضور، ولكن مادام يعني خطاب فكري وخطاب نقدي كنلقاو يعني واحد القله قليله هي التي تحضر. هذا اشكال يعني لماذا يعني عزوف على ما هو نقدي وما هو فكري وما هو الى غير ذلك، وهناك اقبال على ما هو مسرحي جمالي. هل هذا يعني سؤال؟ أشرت أستاذ إلى فكرة المسرح، صحيح جدا لأن كي لا يتحول المسرح إلى خطاب إيديولوجي أو سياسي مباشر، وربما هذا من الرهانات الكبرى كيفاش يعني نقدموا أفكار ولكن بجمالية داك لا تياتراليزاسيون يعني مسرحة الفكرة، ما يكونش الفكرة يعني هي المهمين ولكن نقدموها في قالب جمالي. أعتقد أن بريشت كان أشار إلى ذلك، خاصة أفكار ربما كبيرة. نعطي مثال مثلا مسرحية دائرة الطباشير القوقازية كيعالج مشكلة الملكية، ولكن كيفاش يعني داك الملكية الخاصة يعني عباد الله عندهم بزاف وشي حدين ما عندهمش إلى غير ذلك، كيفاش باغي يوصل أنه الملكية خاصها تكون مشتركة؟ فكرة مسرحية كيفاش أي مسرح هذه الفكرة؟ هذا رهان. هذه مسرحية معروفة ديال واحد نعم واحد الحرب غادي توقع في واحد القرية، وهذه داك الناس غادي يهربوا، واحد طفلة صغيرة إلى غير ذلك كانت عند واحد الأم، الأم الطبيعية البيولوجية غادي تخلى عليها ولكن المربي هربت، ولكن الأم المربية يعني إلى غير ذلك غادي تاخذها، ومن بعد واحد 7 سنين وغادي يوليو ويرجعوا، غادي تكتشف الأم البيولوجية بأن الإبنة ديالها راه مازال عايشة، غادي تبغى تمشي للمحكمة إلى غير ذلك، وغادي يدير لهم وغادي تفتقد هذاك دار الذكاء ديالو واحد الدائرة وقال لهم اللي جرتها اللي خرجتها من هذه الدائرة راه هي بنتها، ولكن الأم اللي رباتها ما بغاتش تدخل في هذا الريان خوفا من تمزيق جسد فتاة الغد. على كل حال صحيح استاذ فكرة نتفق معك فيها. المسألة ديال اللغة ولا الخطاب اللي كيفاش نوصلوا يعني مسرح أو المحلية كيفاش نوصلوا مسرح أمازيغي ونبحثوا على لغة إلى غير ذلك. وقد أشرت إلى المدخل الأساسي والجانب الجمالي يعني بالنسبة للباس أو ما يميزوا المنطقة، يعني كاين رموز وعلامات إلى غير ذلك، ولكن أخشى أن يتحولوا المسرح إلى مسرح فولكلوري، يعني كنقدم غير داك لو شو غير داك المنظر سبيكتال، ولكن الرسالة والفكرة وإلى غير ذلك هل يمكن أن أنقلها؟ لماذا؟ لأننا أعتقد أنه هذا جانب يمكن نأخذه باش ندير غير باش نبين يعني البعد الأمازيغي، ما هو أمازيغي تراثي، بعض الأشياء إلى غير ذلك، ولكن هل هذا كافي؟ نعتقد هنا في الاشتغال على جانب آخر وهو الجسم الجسد، كيفاش الجسد يمكن أن نتحدث عن جسد أمازيغي، ما عرفتش كيفاش جسد أمازيغي ما نقولش بالوشم فقط وبالحناء وبكذا وإلى غير ذلك حتى لا يتحول إلى فولكلور، ولكن في حركة ما إلى ربما هذا يحتاج إلى إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.